بقينا في زمن أيوة. يعني ايه نحمد ربنا كده ان الطفل نزل سليم. فلما الحمد الطفل لله. الحمد لله بفضل الله ينزل سليم وما بيبقاش في اي حاجه. صحيح. ونرجع بعد كده نلاقي الدكتور بيقول حاجه للام بتبقى خايفه جدا وبتبقى قاعده تترقب كل حركه وكل ابتسامه وكل مناغاه بيعملها بالزبط. يعني بفارغ الصبر. فخليني اعرف معاكي من سن قد ايه تبدا الام تنتبه جدا ان الطفل ده ممكن يكون عنده مشكله. هي بس زي ما حضرتك قلتي ان في واحده صديقتك الدكاتره قعدوا يقولوا لها ده عنده ضعف سمعي، ده عنده ضعف بصري، ده مش عارف ايه كل دوت. ان في بعض دكاتره للاسف بتخلط ما بين الطفل اللي هو ضعيف الانتباه والتركيز والطفل اللي هو عنده تاخر عقلي. في فرق كبير بينهم وبين بعض. هو طبعا يعني سمه التاخر العقلي ان هو بيبقى عنده ضعف انتباه وتركيز، ده احنا عارفين. بس طبعا التاخر العقلي في حاجات تانية بتعلمه عن اللي هو عنده انتباه وتركيزه بيكون منخفض. ده غير ده خالص. وطبعا في اختبارات لازم الام بتقوم بيها للطفل يعني. طبعا ده بيرجع بقى للاسباب. طبعا بالنسبه للفيديو اللي كان شغال دلوقتي هم قالوا الاسباب اللي هي بعد الطفل ما بيتولد بشويه، يعني انت تلاحظيها بيكبر شويه. في بقى اسباب احنا بنقول ان الاسباب ممكن تكون وراثيه، ان ممكن يكون الطفل اساسا في حد في العيله عندهم مثلا طفل داون، يعني خلل في الكروموزومات. ممكن يكون الطفل مثلا حد في الاسره عنده مثلا مختل عقليا، او مثلا عنده تاخر عقلي او كده، العم الخال بالشكل ده، فبيبتدي هو ايه الجينات الوراثيه تعمل مفعولها يعني، ويبتدي هو بقى ايه يلقط الجينات الوراثيه ديت. في مثلا نقص الغده، نقص افراز هرمون الغده، ده برده بيخلي الطفل ممكن يكون عنده يعني تاخر عقلي. فبالتالي الام اللي بتبقى حاسه ان في حد في العيله عندها كده، دي لازم تكون مترقبه لما تيجي تولد الطفل. لازم تعملوا الاختبارات بتاعته، اللي هي اختبارات الذكاء واختبارات السمع واختبارات النطق وكل الاختبارات. ولازم تعمل يعني حاجات على الجهاز العصبي المركزي، اختبارات برضو وكشوفات. هو المفترض ان البلدان النظيفه يعني حتى لو ولد في مستشفى حكومي بيعملوا كل الاختبارات دي للطفل اول ما يتولد. بالظبط يعني. المفروض اول ما الطفل حتى بيطلع من وهو لسه في اوضه العمليات بتكون الام اصلا لسه ما فقتش من البنج، المفروض ان بياخدوا الاطباء بيعملوا له على طول كل الاختبارات دي قبل ما حتى ما بيلبسوا الطفل. لان بتبقى في علامات احيانا في جسم الطفل نفسها، زي طفل الداون مثلا بيبقى باين على وشه وباين على ايديه على رجليه، بيبقى باين عليه في علامات كتيره بتكون واضحه. في اسباب تانية بقى بتحصل اثناء الحمل، اثناء حمل الام. الام مثلا ممكن يجي لها سخونيه مرتفعه، ده ممكن ياثر على الطفل ويطلع معاق ذهنيا. الام مثلا بيجي لها حصبه اثناء الحمل، حصبه الالمانيه. الام مثلا اللي هي ممكن بتاخد ادويه او بتاخد ادويه، بتشرب حاجات مثلا كحوليات او سجائر او حاجات زي كده. كل الحاجات دي ممكن تعمل تشوهات للطفل، مش تشوهات بس خارجيه، لا ده ممكن تعمله تشوهات عقليه اصلا، ان تعمله مشاكل وكده. دي فتره الحمل. نيجي عند الولاده. في الولاده ممكن يكون الطفل سليم جدا ومفيش وما عندوش اسباب وراثيه وفتره الحمل عدت على خير، بس يجي ساعه الولاده يجي مثلا ينقطع عنه الاكسجين عند الولاده، يبتدي الطفل يخش في حاجه اسمها الاصابه الدماغيه اللي احنا بنسميها سي بي. وبيبتدي الطفل بقى ايه يبتدي عنده كل انواع النضج اللي عنده بيبتدي ينخفض، سواء مثلا في الحركه، في النظر، في البلع. بعد كده لما بيجي ياكلوه بيكون الطفل عنده في النطق والكلام بيكون متاخر في كل حاجه. وطبعا التاخر العقلي والتاخر الادراكي والتاخر المعرفي كله بقى بيبان عليه بعد كده. ده لو طفل اتقطع عنه الاكسجين. طبعا اما بيتولد لازم نعمل له اختبارات اللازمه عشان نشوف هل الطفل ده مصاب باصابه دماغيه ولا لا. طبعا الاصابه الدماغيه اساسا بتكون واضحه اول ما الطفل بيتولد، بيكون فيه اللي هي الحته اللي هي اليافوخ اللي في الراس من هنا دي. المفروض بتكون طريه عند الاطفال العاديه. في اطفال بتولد اصلا دي بتبقى مفتوحه، يعني بتبقى مفتوحه تماما، يا دوب بس عليها جلده كده، او ساعات ما بيكونش عليها حاجه وكده، فبيبقى اصلا حجم الجمجمه مش مكتمل. في اطفال بتتولد ان الجمجمه عندهم بتكون صغيره عن اللازم او الجمجمه كبيره عن اللازم، دي كلها علامات بتبين ان الطفل ده ممكن يكون عنده تاخر عقلي لما بيكبر. طيب التاخر العقلي ده بقى بيبدا، هتكملي فيه الاول تقولي بعض العلامات بعد كده في بقى بعد كده العلامات بقى اللي بتظهر اللي هي العلامات المكتسبه بقى. ان بصي تلاقي بقى بعد الولاده ممكن الطفل يجي له مثلا صفره جديده. طبعا في اولاد كثيره بتتولد بالصفره يعني، بس هو مش كل الاطفال بيتولدوا بالصفره. انا لسه الصفره ما راحتش من عنده يعني. ايوه وابني انا كمان برضو اول ما اتولد برضو كان عنده الصفره بس بنسب قليله. لو بنسب بقى عاليه دي اللي بتبقى مشكله، ان هو الطفل بيدخل في حاله بقى من التعب وبيبقى محتاج محاليل ووقت مستمر وفي المستشفى وكده، هو ده اللي ممكن ياثر عليه في النمو العقلي بعدين. او يكون الطفل يصاب مثلا بالحمى الشوكيه بعد الولاده. فديت اللي هي الفترات اللي هي ايه وهو الطفل صغير رضيع لسه احنا مش قادرين ان احنا نحدد عليه اي علامات ولا حاجه. دي كلها اسباب، الاسباب دي احنا بنكون وراها وبنحاول ان احنا نعمل الاختبارات اللازمه عشان نعرف الطفل ده هيبقى عنده تاخر عقلي ولا لا.
بعد كده بقى لما الطفل بيبتدي يكبر شويه بيبان عليه طبعا. يعني بص لقى مثلا الطفل اللي هو عنده تاخر عقلي ده اما بيعيط طول النهار وما بينتبهش لاي حاجه خالص جنبه ولا كده. يعني الطفل لما بيجي يعيط بتعمله مثلا تشك تشك مثلا كده او تتحاكي معاه او بتاع خلاص بيسكت ويبطل. ده لا ما بينتبهش لاي حاجه خالص، هو بيعيط مستمر في البكاء او ممكن تبص تلاقيه بيضحك لوحده بصص في مكان تاني. طبعا اول ما الطفل بيبتدي يبص للام نقول ان الحاجات دي في الشهور الاولانيه طبيعيه بيحول وبيبص في السقف على طول. لا لا دي حاجات طبيعيه، دي حاجات طبيعيه في الاول في الاول، لكن مثلا عدى الشهرين دلوقتي، الشهرين ده المفروض على الاقل يكون حفظ وجه امه، يعني المفروض يكون حفظ شكلها او مثلا ينتبه لبعض الحاجات. لكن الطفل اللي هو عنده تاخر عقلي من الولاده او من الحمل او راسي ما بيكونش منتبه. بتحاولي انك انت تشخشخي له مثلا بمفاتيح ما بي يعني، حتى مثلا طفل ساعات من دياله مثلا الببرونه بيرضع ويجي مثلا حد يشخشخ جنبه بمفاتيح تلاقيه بطل رضاعه، بطل وبيحاول يسمع بيحاول يركز بيحاول يركز. ده الطفل اللي هو الطبيعي. طب الطفل اللي هو مش طبيعي تلاقيه بقى ولا هو هنا خالص ولا اي حاجه خالص. طفل مثلا بيتخض، يعني مثلا تحطي الطفل مثلا ولو حد جنبه عطس تلاقي الطفل اتخض وعمل لك كده يا ريتها جت على العطسه، ده بيحصل انفجارات جنبه تحسي ان هو من اخواته فهو ده اللي المفروض يحصل. تلاقي الطفل ده عادي جدا ولا كاني في اي حاجه خالص. او طفل مثلا طول الوقت وهو مبتسم وباصص في حته معينه ما تبقيش محدده اتجاهه فين اصلا، اللي هو باصص على ايه او شايف ايه يعني. فديت الفترات اللي هي الاولانيه. بعد كده يبتدي يكبر بقى شويه على سن مثلا ايه سنه وسنتين وكده. طبعا في اطفال اللي بيبقوا متاخرين عقليا بيتاخر عندهم بقى النمو في كل حاجه، ان هو النمو ان هو يقدر يقوم يقدر يمشي يقدر يتحرك، دايما بتلاقيه متاخر شويه في الحاجات ديت. طبعا مش كلهم بس بيبقى في بقى يعني الاغلبيه بيكونوا بالشكل دوت كده. كل تاخر بقى بيأثر على كل حاجه. بيبتدي بقى احنا نحاول ان احنا نعمل له بقى ايه اختبارات بقى ذكاء ونشوف كده الاختبار الذكاء بتاعه هيجيب كام. طبعا الشخص الطبيعي اختبار الذكاء بتاعه بيكون من 70 ل 90. ده اللي هو الايه الاي كيو الاي كيو اللي هو اختبار الذكاء. ده بيكون الطفل في اللي هو الطبيعي بيكون ما بين 70 ل 90. طيب لو جينا بقى احنا لقيناه نزل عن 70، طيب 70 ل 55 مثلا ده بيكون الطفل اللي هو عنده تاخر عقلي خفيف. يعني ايه تاخر عقلي خفيف؟ يعني عنده مثلا مهارات بس مهاراته مش متقدمه للي في سنه، بس نقدر ان احنا ندربه ويستمر وكده ان شاء الله باذن الله. الموضوع بسيط يعني تبتدي ترتفع معاه. النطق والكلام مثلا عنده ممكن تلاقيه بيتكلم بس بيتكلم كلمات مفرده. قل التعريف ما بيقولهاش. مثلا الحروف الجر ما بتتقالش خالص، يعني مثلا انا عايز اروح مثلا لتيتا، هو مثلا يقول مثلا ايه انا روح عايز تيتا كده، كان يعني ملخبط ملخبط ومثلا مفيش القل التعريف ومفيش حروف الجر بتتنطق خالص ولا كده، بس بيتكلم كلام تقدري تفهمي منه هو عايز ايه. المفروض يعني معظم الاطفال على الثلاث سنين بيقولوا كلمات انت بتبقي فاهماها بشكل يعني، او على السنتين بيقدر يكمل يكون جمله كده من كم كلمه بالزبط. لكن على الثلاث سنين بقى بتبقي فاهمه كويس قوي الكلام اللي بيتقال بالظبط يعني. ومن سنتين المفروض بيتكلم كلمات مفرده وممكن ما تكونش الكلمات مكتمله، يعني ممكن تكون فيها حروف مثلا تقيله عليه فما بيقدرش ان هو ينطقها. طبعا اللي هو المتاخر عقليا ما بينطقش بقى الكلمات في السن اللي هو سنتين او ثلاثه ما بينطقهاش، بيتوقف بقى عنده. بعد كده بقى لما بيكبر كمان يبقى مثلا عنده 6 سنين 7 سنين وتلاقيه بيتكلم بالطريقه دي. يعني الطريقه دي بتاعت مثلا طفل عنده 3 سنين مش 6 سنين. فبيبتدي بقى نروح نعمل له اختبار الاي كيو ونشوف هو عنده بقى ايه التاخر العقلي بتاعه واصل لحد فين، سنه العقلي قد ايه. ونبتدي نشتغل بقى نعمل له برنامج علاجي وبرنامج مهاري ان احنا نطور مهاراته ونطور نطقه وكلامه ونطور كل حاجه بحيث ان هو يبقى ناضج. طيب بصي